رمضان، ونبدأ بأول فقرة في حصتنا اللي هي ديما كونكتي. ديما كونكتي، ديما كونكتي. في ديما كونكتي بتبيعة قدم فقرة زميلتنا أمل حياتي. هلا وسهلا. عسلامة ميسا، مرحبا. مرحبا، يعيشك. فما برشا أحداث البارحة. أي أيوه، نبدأ بأول حاجة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي محمد بغليب وتحيله على المجلس النيابي يوم 3 أفريل المقبل. للأسف دونك نعرفوا لي بغليب عنده ما انت اللي هو باش يمشي باش يبحث اكسيتيرا، دونك حقيقة ما كنتش نتصور انه باش يكون هكا الحكم. ان شاء الله ربي يفرج معنا، ما نقول ما نجموش ندخلوا بطبيعة في احكام القضاء. صحيح، ربي يفرج عليه. ايوا باهي. باش نمشيو للموضوع الثاني، باش نحكيو على مهدي النقاتي اللي تشهر باسم برندق. رد على الانتقادات في برنامج رمضان شو، قال فما برشا تضليل مغالطات في السوشيال ميديا. انا استدعوني كيما البنات الكل اللي شاركوا باش نمثل في دور في سكيتش. طول عمري كنت نحلم باش نمثل ونقف قدام الكاميرا، وجاتني الفرصه وما قلتش لا، واستغربت كي سمعت اللي البنات قالوا غروا بينا وما في بناش. انا ما صححت حتى عقد، جيت مثلت وخلصت. ندمت شوية على البرنامج خاطر الحكاية الكل جات في وجهي واستغلوني وانا هزيتها وحدي. سكي بون. هو خاطر هو في الواجهة حقيقة، ما اكيد راه وراه معناتها موادين وفما برودكسيون وغيره في النقطة ذي. معاه هنا معناتها ديما انت في الواجهة وتحمل انت مسؤولية الكل، كيما برنامج انت تقدم في البرنامج تحمل مسؤولية الكل. يغلط تكنيسيان، تغلط كرونيكوز، يغلط كرونيكوز، دكا انت هو ديما معناتها في وجهك انت الاغلاط هذه الكل. في الجانب هذا راهو عنده الحق. داكو تفرجت انا في الانترفيو الحقيقة، شاكر في موزايك يعني تخلى معاه في مواضيع بالحق. عرفتك اللي فما مثل هو خايب ما نحبش نقوله، كي تطيح البقرة دكتور سكاكينا هكيك. احنا في تونس يعني هكيك، ولو يلوجوا فيه عامل عقد والا لا مع شركة الانتاج قبل ما يسجلوا يصور معاه. يخي قال انا خالص معناها ومتفاهم وتشوين هكا وما عملتش العقد هذا. اي ما عملتش كونتراكت معناها ناقص كان باش نسالوه. وانت ماشي نهارتها مشيت بكرابتك الخاصه ولا خديت تاكسي معنا وقت وصلت؟ ما ولينا ندخلوا في حاجات لا تعنينا معناها. نحكيوا على المحتوى، هذيك اهانه للمراه، مش باين صوره المراه التونسيه اللي معناها تقدمت اشواط كبيره مع مقارنه بلدان عربيه اخرى عندها مكانه كبيره في المجتمع. هذا نحكيوا فيه هكا، ما نخرجوش على مواضيع وندخل في مواضيع ما تخصنيش. صحيح. به في خبر اخر، اعلن المخرج هيف البن يوسف عن بدايه عرض مسلسل باب الرزق. قال نزولا عن رغبه الجمهور في من غدوة باب الرزق باش يكون موجود على اليوتيوب الرسمي للتلفزة التونسية، المعد الحلقتين كل يوم عم هذه الساعة متاع العشية وسبعة ونص متاع العشية، بالإضافة لإمكانية إعادة بث مسلسل بعد الحلقة 20. حاجة باهية هكا الانتقادات الكل اللي جاوا من الأول على الإعادة وغيره داركوهم توا. دونك موجود المسلسل، الناس اللي ما خلطتش، أنا مثلا ما يكفينيش الوقت، ما خلطتش نتفرج كل شيء، باهي نلقى الإعادات ولا نلقى على اليوتيوب حتى فاما على اليوتيوب ولا على وسيلة أخرى. هذا شعانا اليوم، هذا شعانا. شكرا لك أمل، يعطيك الصحة. كنت هذه ديما كونكتي.